أنا معكم من مرفأ بيروت، النقطة التي حصل فيها التفجير قبل 8 أيام، ورائي هي أهراءات القمح. هذه الأهراءات التي تضررت بشكل كامل إثر الانفجار الذي حصل في العنبر أو المستودع رقم 12 الذي كانت فيه المتفجرات. هذه المنطقة ما زالت مقفلة من جانب الجيش اللبناني الذي يقوم بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الإغاثية بعمليات الإغاثة وعمليات إزالة الركام التي أيضا بدأت اليوم. هذه المنطقة كلها تعتبر مدمرة بشكل كامل. هذا أحد أجزاء مرفأ بيروت حيث حصل التفجير والدمار هنا 100%، أما في الأجزاء الأخرى فنسبة الدمار أقل ويمكن لها أن تعمل. ما تشاهدونه وراء هذا الركام تحديدا هو نقطة التفجير التي أحدثت فجوة داخل المياه في البحر. من هنا إذن حصل التفجير وأدى إلى الدمار هذا، سواء بأهراءات القمح أو بكل المنطقة المحيطة، وصولا كذلك إلى المناطق السكنية الموجودة خلف هذا المرفأ. ما زالت عمليات البحث عن المفقودين أيضا مستمرة في هذه النقاط إلى جانب إزالة الركام التي نتابعها في هذه الصور. من منطقة التفجير بمرفأ بيروت، لارا نبهان، العربية.